بسم الله الرحمن الرحيم. من محافظة النجف الأشرف، هاي اليوم تصعيد يوم الأحد باع أبطال الثورة. هاي الجسور ماكو ولا جسر بالنجف مفتوح ولا طريق ولا شارع، باعوه دول أبطال الثورة باسم شهداء الناصرية وشهداء ساحة التحرير وأبطال الثورة. هاي باقين منتصرين إن شاء الله. ماكو وطن، ماكو لا دوام ولا شوارع. باعوا هاي ان شاء الله منصورين عن قريب. هاي تنفيذ المطالب واخراج الميليشيات، لان تعبنا من الحكي، تعبنا غير حياتنا المهدده، ما نعرف شنو مصيرنا. باقيين رغم كل شيء باقيين احنا، فلا تحاولون تلعبون بذيولتكم منا ومنا.